بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في رحاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ومع مقرر التفسير. وصلنا إلى المقطع السابع في تفسير سورة الصف للآيات من الآية الأولى إلى الآية التاسعة. عزيزي الدارس، يتوقع مخرجات هذا اللقاء السابع أن تكون ملما بالآتي: وأولا أن تعرف بسورة الصف تعريفا موجزا، توضح معاني المفردات في الآيات، توضح آيات المقطع شرحا تحليليا، تذكر أسباب نزول الآيات المقررة، تبين علاقة السورة بما قبلها، توضح أبرز القضايا والأحكام في الآيات، تبين هدايات الآيات وما يستفاد منها. عزيزي الدارس، مقاصد هذه السورة: التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين، والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه، وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين والتأسي بالصادقين مثل الحواريين. التحذير من أذى الرسول عليه الصلاة والسلام تعريضا باليهود مثل كعب بن الأشرف، وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهم السلام، والتعريض بالمنافقين، والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح. قال الفيروز أبادي: معظم مقصود سورة الصف هو عتاب الذين يقولون ولا يعملون بمقتضى ما يقولون، وتشريف صفوف الغزاة والمصلين، والتنبيه إلى جفاء بني إسرائيل وإظهار دين المصطفى على سائر الأديان، وبيان التجارة الرابحة. عزيزي الدارس، تاريخ نزول هذه السورة ووجه تسميتها: نزلت سورة الصف بعد سورة التغابن، ونزلت سورة التغابن بعد سورة التحريم، ونزلت سورة التحريم بعد سورة الحجرات، ونزلت سورة الحجرات فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك، فيكون نزول سورة الصف في ذلك التاريخ أيضا سبب التسمية. سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو صف القتال، ثم أضيف إليه الألف واللام العهدية، وهذا هو الاسم التوقيفي للسورة. وتسمى أيضا سورة الحواريين، سماها الإمام السيوطي في كتاب الإتقان، وتسمى سورة أيضا الحواريين لذكر الحواريين فيها، ولعلها أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين، لأن لفظ الحواريين قد ورد في سورة المائدة في قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم. وذكر الألوسي في تفسيره أنها تسمى سورة عيسى، وقد ورد هذا الاسم في حديث موضوع في فضل السورة، وإذا ثبت تسميتها سورة عيسى فلما فيها من ذكر عيسى مرتين. أغراض هذه السورة: تضمنت سورة الصف أحكاما وأغراضا عديدة، أهمها تسبيح الله مالك السماوات والأرض، وتنزيهه وتمجيده، وتحذير المؤمنين من مخالفة أقوالهم لأفعالهم، وحثهم على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه، بيان نقض اليهود للعهد مع الله من خلال موقفهم من رسل الله تعالى موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، ووعد الله تعالى بإظهار الدين الإسلامي على كافة الأديان، أسس التجارة الرابحة وحقيقتها، حث المؤمنين أهل الإيمان على الجهاد، وبيان فضل الجهاد ودعوتهم للتأسي بالحواريين في نصرة الدين، أحكام البيعة، مبايعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم، وتأكيد النهي عن موالاة الكفار. سورة الصف كغالب السور المدنية توضح الأحكام التشريعية، وكذلك تتحدث هذه السورة عن موضوع القتال والجهاد، جهاد أعداء الله والتضحية في سبيل الله لإعزاز الدين وإعلاء الكلمة، كلمة التوحيد. تتحدث عن التجارة الرابحة التي بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة، ولكن المحور الذي تدور عليه هذه السورة هو القتال. عزيزي الدارس، هناك علاقة بين سورة الممتحنة وسورة الصف. ظهرت مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: إنها السورة السابقة، أي ونهت السورة السابقة في مطلعها وأثنائها وختامها عن موالاة الكفار من دون المؤمنين، وأمرت هذه السورة بوحدة الأمة
ووقوفها صفا واحدا تجاه الأعداء. ذكرت السورة المتقدمة أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم داخل الدولة الإسلامية وخارجها وقت السلم، وحرضت هذه السورة على الجهاد ورغبت فيه بسبب العدوان، وأثبتت تاركين القتال وشبهتهم ببني إسرائيل الذين عصوا موسى عليه السلام حين ندمهم القتال، ثم عصوا عيسى عليه السلام حين أمرهم باتباعه بعد اتيانه بالبينات والمعجزات واتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي هي والذي بشر به. عزيزي الدارس، هناك بعض الأسئلة ينبغي الإجابة عليها. سميت سورة الصف الحواريين كما جاء في تفسير السيوطي، صح أم خطأ؟ سورة الصف المدنية، صح أم خطأ؟ اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. عدد آيات سورة المجادلة 14 13 16. تتصل سورة الصف بسورة الممتحنة بكونهما تتضمن كلاما عن موالاة الكفار، كونهما مدنيتان، كونهما مكيتان. المقطع الأول في هذه السورة من الآية الأولى إلى الآية التاسعة، عزيزي الدارس، هناك مقاطع وهناك معاني المفردات. من أهم معاني المفردات في الآيات في هذا المقطع قوله سبح. التسبيح هو التمجيد، تمجيد الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص. العزيز الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها ويفعل ما تقتضيه الحكمة. مقتا بغضا، مرصوص المتماسك، زاغ مال عن الهدى والحق، البينات المعجزات الواضحات. عزيزي الدارس، ورد في هذه الآيات عدة أسباب للنزول، منها جمهور المفسرين على أن صدر هذه السورة نزل حينما اشتاق المسلمون إلى معرفة أحب الأعمال إلى الله، فأنزل الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما أخبرهم الله بأن أفضل الأعمال بعد الإيمان هو الجهاد في سبيل الله، كره الجهاد قوم وشق عليهم أمره، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبب نزول الآية الثامنة، يريدون ليطفئوا نور الله. حكى الماوردي عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليه الوحي 40 يوما، فقال كعب بن الأشرف يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم أمره، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. التفسير هذه المقطع يقول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزه الله وقدسه ومجده جميع ما في السماوات والأرض من ملك وإنسان نبات جماد، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الإمام الفخر أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، فهو العزيز الحكيم أي هو الغالب في ملكه الحكيم في صنعه الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لما تقولوا بألسنتكم شيئا ولا تفعلونه، ولأي شيء تقولون نفعل ما لا تفعلونه من الخير والمعروف، وهو استفهام على وجه الإنكار والتوبيخ. قال ابن كثير هذا إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا ثم لا يفي به، وفي الصحيحين آية المنافق 3 إذا وعد أخلف. ثم أكد الإنكار عليهم بقوله كبر مقتا عند الله، أي عظم فعلكم هذا بغضا عند ربكم أن تقولوا ما لا تفعلون، أي تقولوا شيئا ثم لا تفعلونه، وإن تعدوا أو أن تعدوا بشيء ثم لا توفون به. قال ابن عباس كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الله عز وجل يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به،
فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فنزلت الآية وقيل هو إن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل الله، فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يحب المجاهدين الذين يصفون أنفسهم عند القتال صفا ويثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو. عزيزي الدارس، يقول الله عز وجل كأنهم بنيان مرصوص، أي كأنهم في تراصهم وثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه ببعض وألصق وأحكم حتى صار شيئا واحدا. قال القرطبي رحمه الله ومعنى الآية أنه تعالى يجب ويحب من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء، وهذا تعليم من الله تعالى المؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم. ولما ذكر تعالى أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد، أمرا بالتوحيد وجاهدوا في سبيل الله وأوذي بسبب ذلك، فقال وإذ قال موسى لقوم يا قوم لما تؤذونني، أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه موسى بن عمران حين قال لقومه بني إسرائيل لما تفعلون ما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي والحال أنكم تعلمون علما قطعيا بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة أني رسول الله إليكم، وتعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة، وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أصابه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عن الهدى، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي والله لا يوفق للخير والهدى من كان فاسقا خارجا عن طاعة الله. قال الرازي وهذا فيه تنبيه على عظم إيذاء الرسل حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى. ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي واذكر يا محمد لقومك هذه القصة أيضا حين قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف المذكور. وفي التوراة قال القرطبي ولم يقل يا قوم كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه، فإنه لم يكن لهم فيهم أب، قال مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي والحال كوني مصدقا معترفا بأحكام التوراة وكتب الله عز وجل وأنبياءه جميعا، ولم آتكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وجئت لأبشركم برسول يأتي من بعد اسمه محمد. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده. وروي أن الصحابة قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام. فلما جاءهم بالبينات، أي فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الواضحات ومن إحياء الموتى وإبراء الأكمهة والأبرصة ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوة الرسالة بإذن الله، قالوا هذا سحر مبين، أي الذي أظهرت على يديه عليه السلام ظهرت على يديه هذا سحر. قال المفسرون بشر كل نبي قومه بنبينا، أو بشر كل نبي قومه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبين تعالى أن البشارة بعمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه السلام آخر
أنبياء بني إسرائيل. إن مخالفة أوامر الأنبياء والرسل موجبة لعقاب المخالفين، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقومه العرب أنه لما أمر المؤمنون بالجهاد فتثاقل بعضهم وتبرموا منه كان حالهم كحال بني إسرائيل، لما أمرهم موسى وعيسى بالتوحيد والجهاد في سبيل الله خالفوا فحل العقاب بمن خالف. يريد الله الخير لعباده ولا يضل أحد بغير موجب، فلا يضل المهتدين وإنما يضل الضالين والفاسقين. ولما زاغ بنو إسرائيل مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم. عزيز الدارس، نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام متمما للتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، فلم يأتم عيسى ولم عيسى عليه السلام بشيء يخالف، لم يأمرهم بشيء يخالف التوراة فينفروا منه، وقد بشرت التوراة بعيسى وبشر عيسى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أمر منطقي لأن رسالة الأنبياء صلوات الله عليهم كلهم يكمل بعضها بعضا. سمى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه قبل أن يسمي به نفسه، ومعنى أحمد أنه أحمد الحامدين لربه، والأنبياء عليهم السلام كلهم حامدون لله، ونبينا أحمد أكثرهم حمدا، محمدا هو الذي حمد مرة بعد مرة واسمه صادق عليه، فهو محمود في الدنيا لما هدي إليه. ذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه تلك أمة محمد، فقال اللهم اجعلني من أمة محمد. كل من عيسى ومحمد عليه السلام لما جاءوا بالبينات أي المعجزات والأدلة على النبوة قال المعارضون هذا سحر مبين. إن الكفر بعيسى ومحمد عليه السلام بعد المعجزات التي ظهرت لهما أمر يدعو إلى العجب، والكافرون برسالات الأنبياء المنكرون لوجود الله أو المشركون به أحد من خلقه هم أظلم الناس على الإطلاق. كل محاولات إذن الكفرة لإبطال دين الله عز وجل ومقاومة دعوة الإسلام بالإنكار والتكذيب خائبة خاسرة. اعلم أن الله متم نوره وبقدرته وتدبيره ومعلن دينه بإظهاره في الآفاق ولو كره جميع الكافرون. أرسل الله تعالى رسله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق والرشاد ليعليه على سائر الأديان. بيان غنى الله تعالى عن خلقه وأنه سبح له لله ما في السماوات وما في الأرض، حرمة الكذب وخلف الموعد إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل، فضيلة الجهاد والوحدة والاتفاق وحرمة الخلاف والقتال، التحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب فإنه يؤدي إلى الطبع وحرمان هداية، بيان كفر اليهود بعيسى، بيان كفر النصارى إذ رفضوا بشارة عيسى وردوها عليه، عظم جرم الكذب على الله وإنه من أفظع أنواع الظلم، إيناس المحاولين إبطال الإسلام وإنهاء وجوده بأنهم لا يقدرون على ذلك، تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخي عزيزي الدارس، هناك أسئلة ينبغي الرجوع إليها لتكون على إلمام بالدرس تماما في هذا الموقع. عزيزي الدارس، هناك بعض المفردات في بعض المقاطع الأخرى. المقطع الثاني من هذه السورة من الآية 10 إلى 14، عزيزي الدارس، بعض معاني المفردات في قوله تنجيكم تخلصكم وتنقذكم الحواريون الأصفياء والخواص من اتباع عيسى وهم الذين ناصروا المسيح عليه السلام، أيدنا قوينا وساندنا ظاهرين غالبين بالحجة والبرة. مناسبة الآيات لما قبلها وسبب النزول، المناسبة لما بين تعالى إن المشركين يريدون إطفاء نور الله أمر المؤمنين بمجاهدة أعداء الدين ودعاهم إلى التضحية بالمال. سبب نزول قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، روي أن بعض الصحابة قالوا يا نبي الله لو وددنا أن نعلم أي تجارات أحب إلى الله فنتجر فيها فنزلت هذه الآية. يقول الله عز وجل في تفسير هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، أي من صدقتم بالله ورسوله وآمنتم بربكم حق الإيمان، هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ ووضوحها، فقال تؤمنون بالله ورسوله إيمانا صادقا لا يشوبه شك ولا نفاق، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أي وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله.
قال المفسرون جعل الإيمان والجهاد في سبيله تجارة تشبيها لهم بالتجارة، فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيء طمعا في الربح، ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما في وسعه لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه والنجاة من أليم عقابه. فشبه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة، لقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عزيزي الدارس، قال الإمام الفخر الرازي والجهاد ثلاثة أنواع: جهاد فيما بينه وبين نفسه، وهذا قهر النفس ومنعها عن لذات وشهوات، جهاد فيما بينه وبين الخلق وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم، وجهاد أعداء الله بالنفس والمال. ثم قال الله عز وجل: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ما أمرتكم به من الإيمان والجهاد في سبيل الله خير لكم من كل شيء في هذه الحياة إن كان عندكم فهم وعلم يغفر لكم ذنوبكم. هذا جواب الجملة الخبرية تؤمنون بالله ورسوله، لأن معناها معنى الأمر أي آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله، فإذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم أي يسترها عليكم ويمحوها بفضله عنكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي ويدخلكم حدائق وبساتين تجري من تحتها قصورها أنهارا الجنة، ومساكن طيبة في جنات عدن أي ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الإقامة. ذلك الفوز العظيم أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم وفيه السعادة الكبيرة، وأخرى تحبونها أي وبمن ويمن عليكم بخصلة أخرى تحبونها وهي نصر من الله فتح قريب أي ينصركم على أعدائكم ويفتح لكم مكة. قال ابن عباس: يريد فتح فارس والروم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أي انصروا دين الله وعلوا مناره، كما قال عيسى بن مريم الحواريين أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال لهم عيسى بن مريم: من أنصار إلى الله أي من ينصرني ليبلغ دعوتي؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال أتباع عيسى وهم المؤمنون الخلص: نحن الذين سننصرك. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين، جماعة آمنت به وصدقت وجماعة كفرت وكذبت برسالة عيسى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أي فقوينا المؤمنين على أعدائهم الكافرين، فأصبحوا ظاهرين أي أصبحوا ظاهرين أي غالبين عليهم بالحجة والبرهان. أبرز القضايا والأحكام في هذه الآيات: أرشد الله إلى التجارة الرابحة المنجية المخلصة من العذاب المؤلم في الآخرة وهي الإيمان بالله تعالى. من أبرز القضايا: الإيمان والجهاد خير من الأموال والأنفس. إن جدوى الإيمان والجهاد في سبيل الله في الآخرة مغفرة الذنوب ودخول الجنات والتمتع بالمساكن الطيبة الطاهرة في جنات إقامة. أمر الله تعالى بإدامة النصرة لدين الله تعالى والثبات عليه كنصرة الحواريين أصفياء عيسى عليه السلام. اختلف بنو إسرائيل والنصارى في شأن عيسى بعد رفعه إلى السماء، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به، وصاروا إلى ثلاث فرق: فرقة قالوا كان الله فارتفع، وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعوا إليه، وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعوا إليهم، وهم المسلمون. فضل الجهاد بالمال والنفس تحقيق بشرى المؤمنين التي أمر الله ورسوله أن يبشرهم بها، بيان استجابة المؤمنين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم من نصرة. عزيزي الدارس، خلاصة ما في هذا المقطع أن وفي هذه الصورة أن الصورة ابتدأت الصورة الكريمة بعد تسبيح الله وتمجيده بتحذير المؤمنين من اختلاف ومن خلاف الوعد وعدم الوفاء به وأمرهم بالالتزام به، ثم تحدثت عن قتال أعداء الله بشجاعة المؤمنين، ثم تحدثت وتناولت السورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليه السلام وما أصابهم من الأذى في سبيل الله، وذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. تحدثت السورة عن سنة الله في نصر دينه وأنبيائه وأوليائه، وضربت المثل للمشركين. عزيزي الدارس، هذه السورة، سورة الصف من أولها إلى آخرها، أخذناها بصورة إجمالية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد، ونلتقي بإذن الله جل وعلا في المقطع الآخر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.